كنظن بانه فوز اللي غيحفزنا ان شاء الله في مباراه الرتور. مع الاسف تسجل علينا هدف ديال الهدف اللي غيكون غيصعب علينا المباراه في مباراه الرتور. فغنحاول معك ان شاء الله باش نمشيو تما باش نجيبوا التعاون وهذو الجماهير ديالنا ان شاء الله باش تاهلوا للفينال ان شاء الله. الجمهور دائما كي عودنا على 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 هاد هاد الاحتفاليات، فاحنا نحاولوا معهم ان شاء الله باش نقدموا لهم الهديه ان شاء الله باش نجيبوا التعاون من جنوب افريقيا. هو الفرحه لا توصف. كما شتي كان مده الغياب ديالي ازيد من شهرين. الحمد لله كنشكر طاقم الطب اللي سهر على اللاعب والطاقم التقني بالكوتش ديالنا سي فوزي اللي تاق فيا وعطاني الثقه، وان شاء الله ما خيبتش الامل ديالو ان شاء الله، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالو في هذا الماتش ان شاء الله. وهي صراحه راه حنا عازمين وراغبين اننا نمشيو للجنوب افريقيا وندبزوا على الحظوظ ديالنا، وحنا ان شاء الله كنقول لهاد الجمهور اللي حضر بكثافه في هذه المباراه هذه، حنا ان شاء الله نتاهلوا للفينال ان شاء الله. الحمد لله الثقه كامله في اللاعبين اللي ان شاء الله غادي نمشيو باش نحافظوا على الامتياز اللي عندنا ان شاء الله باش نجيبوا التاهل ان شاء الله من جنوب افريقيا ونفرحوا الجماهير المغربيه والجماهير الوداديه خاصه ان شاء الله. كانت مقابله صعيبه على الفريقين، كانت مقابله جميله صراحه، كان فيها الايقاع. هذو هما المقابلات ديال عصبه الابطال. بالنسبه لنا الهدف ديالنا هو انتصار. كما كيعرف الجميع هذه ماشي شي حاجه اللي سهله، هذه راه تشامبيونز ليغ ونصف النهائي. الهدف ديالنا كنا كنقلاو جميع تسجل علينا هدف، تسجل علينا حاولنا نداركوه. لوبجيكتيف اللي كان عندنا هو الانتصار، حنا انتصرنا. غادي نمشيو نلعبوا المقابله ديال الاياب، ما غاتكونش مقابله سهله، حنا ماشي المره الاولى اللي غادي نلعبوا معاهم تما، غادي نحاولوا ان شاء الله باش نسجلوا تما باش تساعدنا المقابله.